تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. قبل ما نبدأ معاكم فقرات هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، خلونا نرحب بطاقم البرنامج. معنا في التنسيق ميرا الغفلي وأحمد سلامة، صبحكم الله بالخير، وأيضا في الإخراج والقواسمة والتقديم معايا الدكتورة ندى المولى. صبحت الله بالخير دكتورة. صباح الورد، صباح الأربعاء الجميل، يتبعه الخميس الونيس آخر يوم في الأسبوع. ذكركم أرقام التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين، لا بعد مو موجودين لايف، صبروا علينا. انزين، ليش كل ما تقولين يعني الخميس والأربعاء وكذا وال يعني ما يعيب الكلام؟ هي يقول يعني كل إن كل يوم لا عندي اسم، ثلاثة لا اسم، الأربع لا اثنين لا اسم، الأربعة ما حصلت الاسم، بس إنه يعني يعني يشفع له إنه يتبعه الخميس بس. يشفع له. عموما تتونس محمود بأيام الأسبوع، تحس إنه في هدف، يعني من يوم الأحد تتعدل الخميس وكل يوم لا اسم، تحس ما يسوي الأسبوع رتيب. صحيح. طيب نحن بس نبغي نذكركم مستمعينا، لأن في فترة من الفترات أو في يعني من أسبوعين تقريبا كان معانا الدكتور محمد الرضا، وكنا نتحدث عن منتدى التحول الاستراتيجي. هذا المنتدى عبارة عن مجموعة من الورشات، ورشات العمل ودورات، يعني تقريبا نقدر نسميها بهذا الشكل، محاضرات وغيرها، هذه يطرحون فيها مجموعة من الاستراتيجيات، المبادرات مناقشتها لتطوير القطاع الصحي في إمارة دبي والخدمات التي تقدمها هيئة الصحة بدبي. فكانت هنالك مجموعة من الاقتراحات من قبل الجمهور، فالدكتور جزاه الله خير فتح المجال أن أي حد من المستمعين حاب أن يشارك معنا في ورشة سماها حتى باسم إذاعة نور دبي، ورشة إذاعة نور دبي سماها بهذا الشكل. مبدئيا يمكن يتغير الاسم، لكن الفكرة وين؟ الفكرة أن اللي حاب يشاركنا ويحضر معانا هذه الورشة ويساهم في رسم استراتيجية ومبادرات هيئة الصحة بدبي، إذا عنده بعض الملاحظات، بعض الأمور اللي يبغي يشارك فيها معانا، فممكن أنه يرسل لنا رسالة نصية على 4006، أو أنه يتصل في ميرا بتاخذ تليفونه إن شاء الله، ومن التواصل معاه في عملية أن نبعث له الدعوة في لحضور هذا المنتدى اللي بيكون بعد يعني شهر تقريبا. شهر؟ إن شاء الله في رمضان؟ قبل رمضان بشوية، يعني أقل من شهر. إنزين إنزين، أعتقد يعني لحين ما أعطوني التاريخ كونفيرم، لكن إن شاء الله ما أخبركم بالتاريخ على 600-55-1414. تتذكرين ميرا منو اتصل فينا؟ ظني أبو عبد الرحمن، كان لما طلعنا بهذا الاقتراح من أسبوعين كان محمد الرضا معانا. بعد شوفوا أبو عبد الرحمن إذا يسمعنا، بعد نتمنى أنه يرجع يتصل فينا ويخبرنا. أعتقد اسمه أبو عبد الرحمن. ما فايقي دعوة يعني الحاب يرئيسه يحضر معاكم هذه الورشة عشان يعطي اقتراحات، وانت تكوني موجودة إن شاء الله مودريتر في هي، بس المطلوب أن يعطوه اقتراحات بخصوص شو محمود؟ استراتيجيات الصحة، الصحة بشكل عام. يعني أحيانا تينا بعض المقترحات على على تخصصات معينة وعلى أشياء معينة، ممكن الواحد أن يتواصل معنا، وإن شاء الله منوفر لهم بعد رقم للتواصل لتأكيد المشاركة. وبعد إذا حاب أن تشارك تعال شارك معنا. ليش عدواء الخبير من كثر ما يخرج برامج صحية، أنت أكيد عندك وايد اقتراحات مهمة، تعال أنا بكون مودريتر، تعال معي. انزين
أيضا نأخذكم على دراستنا اليوم. كشفت أبحاث علمية عديدة كان آخرها في جامعة باث البريطانية عن أن وجبة الإفطار اليومي ضرورية جدا للحفاظ على الوزن وتعزيز الاستقلاب والحماية من الأمراض. شو يعني الاستقلاب؟ عملية الأيض الميتابوليزم. أحسنتي. شكرا. ورجح العلماء أن السبب في ذلك يعود إلى تناول الفطور بشكل روتيني يؤثر مباشرة على سلوك خلايا الدسم في الجسم، ما يجعلها تندمج أكثر في عمليات الاستقلاب ومقاومة الإنسولين، وبالتالي فإن هذه العادة الصحية ستخفف حتما من مخاطر أمراض السمنة والأمراض القلبية المنتشرة. معدو البحث قالوا إنه حتى لو زاد تناول الإفطار من استهلاك السعرات الحرارية بشكل عام، فإن هذه السعرات ستستخدم في القيام بأنشطة أخرى للجسم لاحقا. وتضمنت الدراسة فحص 49 شخص تتراوح أعمارهم بين 21 و60 سنة، قسموا إلى مجموعتين، إحداهما تفطر كل يوم، ويعني المجموعة الثانية يصوم أفرادها حتى منتصف النهار لمدة 6 أسابيع متواصلة. بالطبع تم قياس معدل الاستقلاب، مستوى المواد المختلفة في الجسم والصحة القلبية لكل شخص في كل مجموعة قبل وبعد التجربة. تبين بعد انتهاء 6 أسابيع، ها سمعي، المجموعة الأولى التي لم تصم هي التي زادت عندها أنشطة حرق الدهون، وكذلك تراجع لم تصم عن الفطور. ما حد لحد يسمعنا الحين في نص الخبر ويقول أنت تقولون حق الناس لا صموا، لا، موضوع الفطور هي تجربة بس عشان الفطور يعني زين. وكذلك تراجع لديها نشاط الجينات المشاركة في مقاومة الأنسولين، وبالتالي حماية الجسم من أمراض السمنة والأمراض القلبية على المدى الطويل. المحصلة شو؟ أن فهمنا أكثر لكيفية تجاوب الدهون مع الطعام في فترات النهار المختلفة يجعلنا نستفيد من هذه الميكانيكية بشكل أدق وأسلم، وبالتالي يعني الواحد يبتدي بتناول الإفطار الصحي كل يوم دون انقطاع. أنا أيد هالدراسة بس 100%. شو اللي جذبت فيها؟ أنا جذبني فيها إنه يقول لك حتى شو ما كان المعدل، أي معدل السعرات، أي السعرات الحرارية في الفطور، يعني كل عراحتك نعم راح تنحرق السعرات الحرارية في الفطور. في الفطور ها، شوفوا في مثل محمود قديم دائما أمهاتنا كانوا يقولون تريق ريوق ملك وتغدى غدا وزير وتعشى عشى فقير. دائما كان يعني ها قبل كان دائما يقولون هالمثل، يعني معناه خل أكبر وجبة وأثجل وجبة عندك في الفطور. والنظام الغذائي الصحي دائما يبتدي بفطور زين. الفكرة أنك أنت تشبع وجبة الفطور، لاحظ الأيام اللي تفطر فيها فطور زين راح يقل حاجتك أكلك على الغداء، راح تلاقي تاكل تقريبا النص، والعشاء بعد راح تلاقي انه ما راح تكون يوعان وايد، وبعد يخفف الخربطه بين الاكل. الناس اللي دائما يقولون دكتور انا احب اقرمش وايد بين الوجبات، كاكاو تشيبس هالاشياء، دائما ننصحهم ياكلون وجبه فطور محترمه، راح يقل الرغبه الشديده ان تبغى تاكل كاكاو تشيبس بين الوجبات. فاحرصوا على وجبه الفطور يا جماعه. انا نفسي لما غيرت نظام اكلي اول شيء قالت لي دكتوره التغذيه لازم تفطرين كل يوم، لازم يكون فطورك زين كل الصبح، راح يساعدك في هذا في تخفيف الوزن وتنظيم الايض في الجسم. وفعلا روحي حسيت فيه خلال 2 أسبوع. انت ليش مو بعد منك الكلام؟ شو لا وائل مسكين ما قال شيء، هو يأيدني. انت ما تشوفين انا اشوف ترى شو يسوي. قول وائل انت تفطر ولا ما تفطر؟ تفطر كل صبح؟ لازم. محمود تفطر؟ لا محمود ما يفطر عن هاي مي. تفطر؟ لا صح؟ ولا تتريق ولا ما تتريق؟ كيفك؟ ما ادري يعني. شكلك شيء يسوي ما يتريق دائما مشطط الناس اللي تريق تكون هادئه. فيا جماعه احرصوا على وجبه شوفي الفطور. شوفي قلت يعني هذه بس عشان بعض الامور، انت خبيره في الطب انا خبير في التقديم، لازم تين البرنامج بطنك ما يكون متروس. هي ما يكون انت تفطر متى؟ تفطر الصبح. هذا الفطور ما الساعه 10 مو فطور. لا الصبح 6 الصبح تفطرون.
تعرف حتى موعد الفطور محمود يأثر في عملية الأيض. لما كنت تقول أنت عن الصيام، تعرف في وايد دراسات سووها على إحنا المسلمين لما نتسحر، رسول صلى الله عليه وسلم وصانا نأخر السحور، ففي رمضان بالعادة يأذن الفجر يمكن 4:30، فالناس تتسحر 4:45، يساعد جدا في تحسين عملية الاستقلاب في الجسم، يعتبر فطور مبكر جدا جدا، يعني أول ما أول الفجر، فكل ما بكرته في الفطور كل ما كان أفضل عملية الاستقلاب. أما ريوق الدوامات على الساعة 10 هذا مو ريوق، هذا برانش، برانش هذا يخرب لك نظامك الغذائي كامل. تعرف شو يستوي؟ احنا في الدوامات بالعاده ناس تريق ساعه 10 صح، تتغدى متى؟ 3:30، تتعشى الساعه 11 بالليل. ليش؟ لانه ما تجوع. طبعا افطروا الصبح ولو سندويشه واحده، ولو صحن لبنه وخبز اول الصبح، او فول، الفول جدا جميل ترى، والفول ما يخلي الانسان يحس بالخدر، لان الا اذا طبعا ترس بطنك. 4 ملاعق من الفول تكفي، وخبزة وعصرة ليمون وشوية كمون عشان الغازات تأذي بعض الناس، والله وضعكم تمام، ورشة زيت زيتون، بس مو رشة جريئة، خفوا بزيت الزيتون شوية. صح زيت الزيتون صحي، ولكن أكثر منه مو زين، في وايد سعرات حرارية. تشوفون أنتم شبعانين ليل الغداء، وضعكم تمام ويخف وزنكم. طيب شكرا للدكتورة. نطلع فاصل، نطلع. بعد الفاصل بإذن الله منكمل معاكم فقراتنا. شو عندنا عقب الفاصل؟ ما نشوف، ما خبركم عقب الفاصل شو بيكون عندنا. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. ذكركم بأرقام التواصل على 6005514114، والرسائل النصية على 4006. كان في نقاش حاج في خلال البريك عن سالفة الفطور، للناس اللي تحب تؤيد الفطور وائل، والناس اللي ما تحب الفطور محمود، بس الحمد لله أنا وائل فزنا في المصارعة هذه. يعني أنت حددتي أني أنا من الجانب اللي ما يأيد الفطور. هي ما يأيد الفطور، لا ما يأيد الفطور بدري من وقت يعني الصبح. أوكي خلاص، إحنا قسمنا الفريق أنا وأنا. إنزين نحن بنبتدي معاكم فقراتنا. بعد كذلك عندنا مقابلة مع الدكتورة فتحية السركاس. صبحت الله بالخير دكتورة معانا عبر صباح الهاتف. صباح الورد. مرحبا. صباح النور. هلا دكتورة فتحية، أخبارك؟ الحمد لله الله يسلمك. دكتورة نجاح أخبارك أنت؟ الحمد لله بخير. دكتورة نحن محمود. الله يسلمك، نحن من زمان ما استضفناك معانا يعني في البرنامج، ولكن نبغي شوية نتطرق لبعض المفاهيم الجديدة في، أو مو بالجديدة، يعني دائما نحن ما نحاول أن نتحدث عن أهمية أن الوقاية بالنسبة للجسم. هنالك العديد من الأمور اللي يجب علينا نحن نتبعها، من ضمنها على أساس نقي أطفالنا ونقي أنفسنا من الأمراض، هنالك يعني مسائل كثيرة يجب علينا أن نتبعها. يا ليت تخبرينا عن هذه المسائل، شو لازم نسوي بالضبط في عملية الوقاية؟ أستاذ محمود، إحنا عندنا وايد أشياء للوقاية من الأمراض، بس إذا بغينا نتكلم عن شيء يعني في كل موضوع بنتبحر فيه بناخذ وقت. أنا بتكلم عن أشياء إجمالية، وبعدين بركز لك على شيء مهم هو أحدث تأثير في الصحة العامة على مستوى العالم. نعم. إذا بتكلم لك عن الأمراض بشكل عام، أنا علشان يجيني أي مرض عندي عدة أشياء تمنع المرض يجيني خلقة الله خلقنها فيني. نعم. ابتداء من جلد الإنسان، لجهاز المناعة اللي عند الإنسان، ابتداء من الناس اللي حولي، أنا مع من أختلط، شو موجود في الهواء، إذا أنا بتبع إجراءات حماية ووقاية من جميع الأشياء اللي حولي يمكن صعب علي أني ما أعيش وسط الناس، بس أنا أتخذ الإجراء اللي يلزمني أنا، وإذا كل إنسان في المجتمع خذ هالإجراء معناته إحنا هني بنوصل لأنه في وقاية شاملة في المجتمع كله. من ضمن هاي الإجراء أول إجراء هي النظافة. نعم. اللي يسمونها personal hygiene، النظافة أبسط شيء فيها غسل اليدين. صحيح. إذا أنا تعاملت مع أطفال ما يغسلون إيدهم ما يعرفون، أتعامل أنا مع تنظيف الأسطح، ألتزم بتنظيف الأسطح عشان مثلا خاصة في الحضانات في المدارس ما يصير انتشار لهذه الأمراض.
بتكلم بعدين عن إعداد الطعام نفسه، ألتزم بالنظافة في إعداد الطعام وعملية التخزين الطعام وعملية تبريده. إذا التزمت بهاي أنا بمنع انتشار الكثير من الأمراض. إذا هنا تكلمنا عن الأمراض المعدية في أنحاء العالم كلها، بيكون أول سبب للأمراض اللي تجيس الإنسان هي توفر المياه النظيفة. فكل أنحاء العالم كلهم يعانون من توفر المياه النظيفة، متى ما توفرت انتشر المرض. فإحنا إذا هنا قلنا مثلا إحنا شيء عندنا في دولة الإمارات الحمد لله عز وخير ونعمة، بنتكلم عن الشيء اللي يقينا ويقع عيالنا. أهم شيء أحدث فارق في كل العالم هو التحصينات والتطعيمات. هذا اللي كنا نبغى نتكلم عنه بالتحديد. أنا سؤالي كان يعني ليش هذا الفارق أو الوقاية استوى، لأن هنالك في مفاهيم كثيرة مغلوطة عند الناس دكتورة عن موضوع التحصينات والتطعيمات. إذا بنتكلم في هالموضوع بنتكلم أول عن الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. حسنت. أنا عندي أمراض لها لقاحات وأمراض ما لها لقاحات. صحيح. بتكلم عن الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، هي عبارة عن أمراض معدية يوجد لها لقاح وقائي وفعال. وبناء على وفقا لمنظمة الصحة العالمية، التحصين في حد ذاته يعتبر ثاني أكبر تدخل تأثير عالمي على الصحة العامة بعد المياه النظيفة، حتى أن تأثيره تفوق على تأثير البارز للمضادات الحيوية في الحد من الاعتلال والوفيات الناجمة عن الأمراض المعدية. تميز بأن في فعالية تكلفة اللي هم يسمونها cost effective، يعني التطعيم ما يكلف شيء لكن يوفر عليه أعباء اجتماعية واقتصادية ونفسية تترتب على زيارة أطباء، غياب عن العمل والمدرسة، استشفاء، عجز دائم، وفاة، هذا كله وفرها لي مجرد أني أخذ التطعيم. صحيح. طبعا التطعيمات منظمة الصحة العالمية أطلقت جمعيتها اللي هي جمعية الصحة العالمية في عام 1974 أطلقوا برنامج التحصين الموسع اللي هو موجود في الإمارات تحت البرنامج الوطني للتحصينات. نعم. كان هذا البرنامج كان هدفه أن يكون اللقاحات الشاملة متوفرة لجميع الأطفال من 1999. هم يعني من 1999 قرروا يوفرون تطعيمات لكل الأطفال. من الثمانينات بدأوا يجنون ثمار توفر التطعيمات هاي. نعم. استوى خفض لمعدل الوفيات الصغار بحوالي تقريبا 3 مليون، يعني أنقذوا 3 مليون طفل في السنة الواحدة. صحيح. في كل صحيح. أنحاء العالم. هذا غير أنهم أنقذوا 750,000 طفل من الإعاقة. إذا كانت هاي النجاحات اللي صارت على مستوى العالم، إحنا بعدنا نشكك في أهمية التطعيمات. هذه النجاحات أصلاً صار في أن زيادة معرفة مع مرور السنين بالعوامل المناعية للمرض، في تطوير للقاحات. صحيح. صارت أضافة لقاحات زيادة لبرنامج التحصينات. طبعاً الإنجازات اللي حققها برنامج التحصينات على مستوى العالم، خلنا نفكر، كان في مرض اسمه الجدري اللي يسمونه سمول بوكس. نعم. هذا انقضى في العالم تماماً، الحين موجود في المختبرات فقط. وهذا كان يسبب 60% من سكان العالم وفيات بسبب هالمرض. بسبب هالمرض. صحيح. تم القضاء على شلل الأطفال، يعني القضاء على شلل الأطفال في بعض دول العالم، والحال يعني لأن منظمة الصحة العالمية تبغى تقضي عليه بالريجن مش بالدولة. طبعا. صحيح. هو مقضي عليه شلل الأطفال ما في الإمارات، وبيقضون عليه وشيك في كل أنحاء العالم. خلاص على يعني هذا إن شاء الله قريب بنحتفل فيه إن شاء الله. إن شاء الله. صار في انخفاض معدلات الوفيات من الحصبة في جميع أنحاء العالم بنسبة 78%. نعم. وهذا غير أن الحصبة تم القضاء عليها في بعض دول العالم. تم القضاء على قزاز الأمهات، مرض قزاز الأمهات والمواليد الجدد في 20 بلد من أصل 58 بلد معرضة للخطر. ممتاز ممتاز. إذا إحنا هنا تكلمنا عن البرنامج نفسه، برنامج التحصينات له أهداف. لازم يكون في التزام بحصول جميع الفئات المعرضة للخطر على التطعيمات. لازم يكون في توسعة للفئات المستهدفة، تشمل أطفال، تشمل كبار السن، مراهقين، بالغين. لازم يكون في تآزر عمل بين برامج الصحة العامة عشان يكافحون المرض وتحقيق صحة أفضل للمجتمع، خاصة السكان المحرومين من الخدمات. يعني أنا التحصينات هاي لازم أوفرها لجميع الأفراد المعرضين للخطر، حتى لو كان ما عنده فلوس، ما عنده أوراق، ما عنده إثباتات. التحصين هذا حق من حقوقهم، لأن أنا لما أعطيه أنا أحمي المجتمع كله.
بعدين إذا شخص واحد أهمل تطعيمه، إذا المجتمع اللي حواليه كله ماخذ التطعيم هو في حماية، اللي نسميها إحنا حماية القطيع، اللي نسميها هيرد إميونيتي. صحيح. طيب دكتورة، نحن حاليا على يعني موسم ممكن نقول يعني الناس يبتدون يسافرون والناس يتوجهون إلى مختلف دول العالم، هنالك بعض الدول اللي نحن نحتاج أن نأخذ تطعيمات معينة عليها. في عيادة المسافرين أنتوا تقدمون هذه الخدمات، فياريت تعطينا بس فكرة سريعة عن هذه الخدمات. عيادة المسافرين هي عبارة عن عيادة نستضيف فيها المسافر، نقدم له الاستشارة الـ health education أو التوعية في المخاطر اللي ممكن يتعرض لها بناء على البلد اللي هو ناوي يسافر لها. إحنا المخاطر هاي ممكن نختصرها في عدة أشياء، نقول له شو يعني حياته اليومية، اللايف ستايل ماله كيف لازم يكون لما يكون مسافر، لازم يختلف عن حياته في بيته، يعني يلتزم بالنظافة الشخصية، يلتزم بالأكل النظيف من أماكن معينة نظيفة، يلتزم بأنه ياخذ التطعيمات قبل السفر بناء على البلد اللي رايح لها. في بلدان ما تحتاج تطعيمات وفي بلدان تحتاج تطعيمات، وبالعكس حتى ما يحصل على الفيزا إذا ما أخذ هذه التطعيمات. يلتزم بعد بأنه مثلا يضع الواقي، الواقي سواء من اللبس، مثلا عندهم بعوض يضع واقي من سان بلوك أو كريم الحماية من الشمس لأنه في شمس. في بلدان محتاج هو رحلته نفسها، ممكن تكون رحلة عمل، ممكن تكون رحلة لا سياحة، ممكن رحلة رياضة، يعني اللي رايح يتسلق جبال الهيمالايا غير عن اللي رايح مثلا بزنس، رايح شغل، رايح اجتماعات في فنادق. فكل واحد منا نعطيهم نصايح المناسبة بناء على رحلته. اللي رايح يتسلق جبال الهيمالايا شو النصايح اللي تعطونه؟ يعني مثلا اللي رايح يتسلق جبال الهيمالايا وهو يتسلق لازم نقول له مثلا ما هو يكون وياه قايد عادة أو مشرف، دليل يكون مشرف. نعم دليل. إذا ما في وياه ورايح بروحه في منهم يسوون هالشيء، يعني يتعرضون للوفاة أن يتسلق ارتفاعات كبيرة مرة واحدة. ويتسلق 2000 كيلو لا، يتسلق شوي شوي 500 شوي شوي تدريجي بالأيام، لأن ينقص الأكسجين عنده ويدخل في حالة هذيان. وممكن يعني هذيان خلاص ما يدري بعمره، وعادي يعني في حالات اللي عاد عمره منصب لأن هذيان يدخل في حالة هذيان ما يدري. صحيح. صحيح. لازم يأخذها نعطيهم إياها حق السفر وإرشادات حق التسلق. طبعا إحنا مو إكسبرت في هالمجال، ننصحه أنه يلجأ لل الشخص العارف في هالمجال، يكون معاه حد، يكون معاه صحبة دائما عشان ما يضرب. وبناء عليه طبعا التطعيمات، في تطعيمات إجبارية لبعض الدول لأن ما ينفع يدخلها، حتى يعني إذا صار هاي الدول يرجع لنا ما أخذ التطعيم ما يسمحون له بأنه يدخل، لأنه ما نبغى بعد يجيب من هاي الدول أمراض. صحيح. الدكتورة فتحية، بخصوص بعض الناس اللي تأخذ التطعيم في نفس اليوم وتركب الطيارة أو تسافر سواء كان عمرة حج أو غيرها من الدول، فشو تعطيهم نصيحة في هالمجال؟ هي إحنا دائما نقول وياخذ أحسن ده ما ياخذ دكتورة في نفس اليوم. إحنا نشوف دكتورة فتحية شو بتقولنا. قولي. هو اللي يشوف الليون ياخذون في نفس اليوم يعرفون إن هذا طالبين حق الفيزا وإجراءات سفر وما بيخلونهم يسافرون إلا ياخذونه، ولا هو بده ما ياخذه. لكن اللي يبون يخافون على صحتهم وخايفين على نفسهم من أي مشاكل لازم إيه على الأقل شهر قبل. شهر قبل. في تطعيمات تحتاج 10 أيام عشان تبني المناعة، وفي تطعيمات تحتاج 20 يوم. فإحنا دائما ننصح تعال قبل بشهر، يعني إذا هو بيسافر باكر يعني اليوم افرض إجراءات التسجيل عنده مو مضبوطة، افرض أوراق غيابها مو مضبوطة، أي شيء يعني هو بعد مستعجل بيسافر ما ينفع في آخر لحظة. بالضبط. أنت ما استفدت شيء غير أنك ورقة في إيدك ولا جهاز المناعة مالك أقل شيء، هذا أبسط تطعيم 10 أيام. بالضبط. صح. ما تفاعل جهاز المناعة وكون مناعة ضد الأمراض اللي مفروض اللي ما يتفاعل جهاز المناعة. صحيح. صحيح صحيح. فهذه رسالة طبعا لكل حد بيسافر الحين، ما شاء الله داخلين على جريب إجازات وناس بالسافر، دائما نقول على الأقل 10 أيام مثل ما تفضلتي شهر قبل ما تسافرون تكونون تحضرون عيادة المسافرين أو عيادة طب الأسرة وتأخذون التطعيمات الضرورية عشان يبتدي جهاز المناعة يكون مناعة ضد الأمراض اللي في البلاد اللي أنتم بتسافرونها. طبعا التطعيمات الخاصة الآن يعني نحن داشين إن شاء الله، الله يبلغنا وإياكم شهر رمضان المبارك، هنالك يعني بتكون توجهات كثيرة لي مكة المكرمة أو المدينة يعني العمرة تقريبا. دكتورة شو التطعيمات المناسبة اللي تبون تحطونها في هذه الرحلة؟
عادة إذا أعطيهم تطعيم التهاب السحايا هذا أول شيء، والتهاب الإنفلونزا. التهاب الإنفلونزا حاليا ما يكون متوافر لأن الموسم انتهى، والتطعيم الجديد اللي يشمل السنة الجديدة ما يكون متوفر. بس إذا في يعني معظم الناس النصيحة يعني إذا ما تنتظر أنا بسافر عشان أخذ تطعيم الإنفلونزا، بس تحسن كل إنسان يأخذ تطعيم الإنفلونزا على بداية الموسم، لأن أصلا أنت في البلاد الإنفلونزا تيك يعني فأنا عندي أنا يعني هذا بالتطعيم 3 مرات يعني إنفلونزا يعني مع التطعيم، لأن أنت التطعيم يغطي من 70 إلى 80% من الفيروسات، الفيروسات فوق 100%. تعقيم عندكم في العيادة مو بقوي يمكن دكتورة. ايه تطعيمنا شويه هذا زعلان مني ما قدر. لا لا التعقيم في العيادة. لا لا احنا نشوف وايد مرضى، فكل مرض محمود يدخل يتخلق يتلكح ويعطس. لا لا هو معروف عالميا، هو معروف عالميا ان الانفلونزا بالذات هو يغير نفسه ويطور من نفسه. صحيح. علشان شيء التطعيم اصلا سنوي مش مدى الحياه، يعني كل سنه شركات التطعيمات تغير فيه عشان تتوائم مع التغييرات اللي تصير في الفيروس نفسه. صحيح. وهم هم انواع اصلا وايد انواع كثيره، وبعدين كل بلد نوعها غير عن البلد الثاني، يعني انت لو اخذت تطعيم الانفلونزا هنا تروح بلد ثاني نوع الفيروس اللي منتشر عندهم غير. صحيح. يعني بس هو التطعيم يصنع على مستوى العالم واحد. صحيح اكيد. طيب دكتور نحن شاكرين لك هذه المداخله، يعني ندري ان انت يعني سحبنات شوي من شغلك على اخر وقت، لكن دائما ما تقصر طالما ان الموضوع فيه توعيه للجمهور المستفيدين. دكتوره فتحيه السركال من قطاع الرعايه الصحيه الاوليه في هيئه الصحه بدبي، نحن شاكرين لك هذه المداخله واتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا. نهارك سعيد، يعطيك العافيه دكتوره. شكرا. شكرا لك. طيب نطلع فاصل، بعد الفاصل ان شاء الله نتواصل. صحه وسعاده. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. نذكر بأرقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا مستمعينا، يعني عندنا تقريبا 10 دقائق بعد ما نستقبل فيها اتصالاتكم. تفضلي دكتورة كم أرقام؟ أرقام التواصل على 600-551-414 ورسائل نصية على 4006. طيب كنا نتحدث عن التطعيمات وأهمية التطعيمات بالنسبة للمسافرين، ولكن أيضا في هيئة الصحة عندنا يعني مكتب لخدمات أصحاب الهمم. معانا عبر الهاتف الدكتورة لطيفة رستماني مدير مكتب خدمات أصحاب الهمم في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتورة. أهلا صباح النور. أهلا محمود. هلا دكتورة لطيفة، حياك الله بصحة وسعادة. الله يسلمك، مشكورين. دكتورة لطيفة تعطينا أول شيء فكرة عامة عن مكتب أصحاب الهمم في هيئة الصحة، شو دور المكتب، شو يقوم فيه، وشو الخدمات اللي عندكم؟ نحن ما شاء الله دائما نستضيفك معانا دكتورة. صحيح. ولكن نحب نذكر مستمعين من بين فترة وفترة. صحيح. يعني بهذا المكتب. صح. احنا بشكل عام ما عندنا خدمات معينة، ولكن نحرص على ان الخدمات الموجودة اصلا في هيئة الصحة بتكون مسهلة وميسرة لأصحاب الهمم يوصلون لها بكل سهولة. بالضبط. طبعا جاء المكتب بعد ما بدأت استراتيجية دبي لأصحاب الهمم. طبعا بناء على استراتيجية عندنا مجموعة من البرامج والأوبجكتز أو الفعاليات اللي نسويها أساس ان نخدم هاي الفئة. نعم. مثل ما ذكرنا المرة اللي طافت ان احنا اهم برنامج احنا شغالين عليه وقاعدين نحرص على انه نزيد نسبة الاطفال المشاركين فيه هو برنامج الكشف المبكر لتأخر النمائي او الاعاقات بشكل عام. نعم. طبعا هذا البرنامج جدا مهم، احنا بديناه تقريبا من 2 سنين، ولكن قاعدين حاليا نعمل على نزيد نسبة الاطفال اللي يخضعون لبرامج الكشف المبكر. الكشف المبكر هو طبعا يعمل في بالتعاون مع وحدة صحة الطفل، يعمل في جميع وحدات صحة الطفل في الرعاية الصحية الأولية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وينعمل في أعمار معينة في الأطفال في عمر 9 شهور، في 1.5 أو 2 سنين،
طبعا نعمل لكل الأطفال. وإذا لاحظت الطبيبة أو الممرضة أو الطبيب إذا في أي عوامل خطورة على طول يدخل الطفل في برامج تحويل. طبعا إحنا أيضا من خلال الأشياء اللي سويناها والبرامج اللي سويناها هو سوينا اللي هي خطوات التحويل. يعني حتى لو برنامج الكشف المبكر بين عوامل خطورة، هذا الطفل عنده تأخر في الحركة، تأخر في النطق، طب شو الخطوة الجاية؟ نعم. فإحنا عملنا على اللي هو الريفرال باثويز، اللي هو جميع مراحل التحويل بعد ما تكون الفحص موجب، شو الخطوة القادمة. فعملنا على إحنا برامج تدريب للأطباء كيف إنهم يحولون الحالات حسب طبعا شو هي نقطة الضعف أو شو هي مراحل تأخر عند الطفل. إذا مثلا عنده تأخر في النطق لازم يروح عند فحص سمع، لازم يروح عند تخصصات معينة للأطفال، لازم يروح على برامج تدخل مبكر. تأخر في الحركة نفس الشيء، تخصصات معينة يحتاجها حسب شو التخصص اللي يحتاجه وعرفنا شو هي التخصصات اللي يحتاجها ووين يروح. دكتورة أنا أبغي أخذ تفاصيل أو القطاع الحكومي. أنا أبغي أخذ تفاصيل هذا الموضوع خاصة بالنسبة للفحوصات المبكرة، ولكن خليني أخذ مداخلة كذلك من عبد الرحمن. عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم أستاذ محمود. يا هلا، تفضل يا سيدي. رحب دكتور، أنا ده بضيفتكم العزيز. أنا ما عرفت يعني شو الموضوع، لكن كلامي حول أمر يتعلق بعيادة البرشة. طبعا بيض الله وجوههم والنعم فيهم وفي كل المنافذ اللي يتم فيها التواصل مع المريض، لكن في حاجة هي لا تتعلق بالبرشة فقط، بل حتى مركز توزيع الأدوية وتوابعها. يصرف مثل مريض جهاز لفحص السكري أو غيره، ويأتي على الأمر أسبوع شهر وأسبوع شهر أسبوعين تقريبا، وغير متوفر لا في العيادة ولا في غيره. فما أدري يعني هل مثلا أوقف هذا الأمر بحيث نمشي في طرق أخرى أو في تأخير في التزويد. طيب. يعني قلت ممكن أذهب إلى أي مستشفى أو أي مكان، قالوا غير موجود. واضح. الأمر الثاني نتكلم مع إدارة الصيدلة ميرا في هذا الموضوع. الله يخليك، حولي لي رقم عبد الرحمن على السيستم في هذا الموضوع. الأمر الثاني عبد الرحمن تفضل. الأمر الثاني غير الله يحفظك، بالنسبة الآن مثلا طبيب عندما تدخل عليه ويكون ألم مثلا في أسفل القدم، أمر تعلق بمفصل وكذا، وتكون مثلا قناعة الدكتور هي الحكم أنه ما أظن هذا، أظن هل كون الدكتورة ندى موجودة أليس من الخطوة أن من الأجزاء أن يكون هناك خطوة لمعرفة السبب وليكن التصوير المبدئي أو ما جامع. هل هذا اعتقادي هذا في محله؟ يعني تحكم الدكتورة ندى الله يحفظها. شكرا لك عبد الرحمن. أخيرا أنا وصلت أساس دكتورة ندى في أمر وجزاء الله خير، مرتين تتواصل على رقمي، لكن مرة في صلاة الظهر، مرة في قاعة الدرس. ما تصلين الظهر أنت؟ لحظة لحظة عبد الرحمن، لحظة، ليش ما تصلين الظهر؟ تصلين؟ لا ليش على النساء. تفضل عبد الرحمن. لا ارجع اتصل بالرقم اجده السنتر العام. اتكلمك ان شاء الله بعد البرنامج. سامحني اكلمك من مكتبي، رقم مكتبي ان شاء الله برجع بتواصل وياك، باخذ رقمك الحين من عميره بتصل فيك يوم بوصل المكتب. شكرا لك، شكرا لك، نهارك سعيد. طيب نرجع للدكتورة لطيفة. دكتورة بعد يعني بعيد شوية عن الموضوع، يمكن عبد الرحمن بعد طرح هذه المسألة، مسألة الطبيب وتشخيصه، بما أنك أنت بعد كذلك طبيبة، فشو رأيك في هذا الموضوع؟ هل الطبيب يعني أحيانا المريض يقول والله إيدي يتعورني ولا شيء ثاني، والطبيب يقول له لا أنت شيء ثاني يعورك؟ لا يقول له بس من غير ما يأخذ غير أشعة. يعني هو طبعا انا ما اعرف شو القصه بالضبط، بس المفروض ان الطبيب يحكي، يعني ياخذ القصه كامله، الهيستوري من متى بدا هالالم وكم صار له، واذا في اي اعراض ثانيه. تصوير ضروري، واذا في طبعا لازم ضروري هذا، ياخذ القصه المرضيه بشكل كامل، حتى القصه القديم، يعني اذا في اشياء قديمه صارت، اي جراحات ثانيه، اي اعراض خطوره، القصه حتى العائله، الفاميلي هيستوري، شو عنده في العائله، شو عنده عوامل خطوره، بعدين الطبيب يحكم هل هو هذا المريض يحتاج أشعة. جميل. يحتاج MRI، يحتاج تصوير، طبعا بناء على هذا كله. يعني طيب دكتورة ندى، إذا أنا أجيت وأقول لك ريلي تعورني أو ريلي كذا، أنت ممكن بمعاينة خارجية من غير التصوير تحددين أن هنا بيكون في ألم ولا لا؟
طبعا مثل ما قال دكتورة لطيفة ان احنا نسوي ناخذ تاريخ المرضي ونسوي الفحص، بعدين بناء على الفحص الطبيب يحدد. في معظم 60-70% من حالات الالام اللي تكون عند الناس تكون الام عضلات، فما يحتاج تصوير، لان التصوير اصلا ما بيبين شيء. نخلي التصوير الحالات مثلا احنا شاكين كان في اصابات، كان في طيحات، من خلال الفحص بعد في اعراض خطوره معينه ممكن الطبيب بالضبط. في وايد دراسات تاكد وتشدد عدم طلب خصوصا الاشعه بشكل متكرر عشان ما نعرض الشخص للاشعه الا في الحالات الضروريه. وترى الدكتور يطلب وايد اشعه معناه الدكتور ما يقدر ياخذ يعني تشخيص عن طريق التاريخ، لازم عن طريق التاريخ المرضي والفحص فقط، بعدين على حسب الحاله. فالاشعه مو ضروريه اخوي في جميع الحالات اخوي عبد الرحمن اتصال. جميل. نرجع لمكتب اصحاب الهمم. دكتور انت تحدثتي عن فحوصات كثيره تقومون فيها، منها فحوصات مبكره اللي هي تاخر في النطق وغيرها من الفحوصات. انا ابغى اخذ تفاصيل هذه الفحوصات، شو اللي تسوونه بالضبط؟ هو طبعا ها برامج كشف طبعا في الرعاية الصحية الأولية عندنا مجموعة من برامج الكشف المبكر، كشف مبكر عن السكر وعن الضغط وعن القصدي الكوليسترول هالأشياء. كشف مبكر يعني أي سنة؟ الكشف المبكر طبعا لو تكلمنا عن الكشف المبكر بشكل عام في مجموعة من برامج كشف مبكر لجميع الأعمار، لكن نحن نتكلم عن كشف مبكر عن إعاقة بالتحديد يعني. فإحنا ركزنا على فئة الأطفال، لأن إحنا لاحظنا يعني موجود هالبرامج موجودة عالمياً، وهاي برامج الكشف المبكر أهميتها إذا إحنا قدرنا نكتشف الطفل مبكر إذا عنده أي نوع من الإعاقة أو أي نوع من التأخر وبدخلناه برامج تدخل مبكر، نقدر نتجنب إن هذا الطفل يصير لإعاقة شديدة أو يضطر إلى يروح مركز للإعاقة. بالعكس لو دخلنا مراكز تدخل مبكر لفترة معينة ممكن يدخل مدرسة عادية، ما يكون في فرق كبير بينه وبين الأطفال بنفس العمر، حتى لو الإعاقة تأكدت في تشخيص يكون حدتها أو يعني شدتها تكون أقل، لأن أوريدي الطفل دخل برامج تأهيلية من وقت يعني قد ما نقدر من وقت، يعني بدال ما الطفل يوصل عمره مثلا 3 سنين وبدت الإعاقة وايد واضحة وندخله لبرامج بشكل متأخر، لو إحنا قدرنا نكتشف حتى لو التأخر اللي عنده لو من عمر 9 شهور من سنة ونص صحيح. حتى أحيانا حتى ما يكون واضح للأهل، يعني الأهل ما يلاحظون الطفل متأخر، لكن من خلال هالبرامج نكتشف إن هذا الطفل عنده تأخر وعلى طول ندخله برامج تدخل مبكر، نبه الأهل إنه فعلا في مشكلة عند الطفل ويبدون يلاحظون. حتى طبيب الأطفال يعطيهم مجموعة من التمارين، يعطيهم مجموعة من الأنشطة اللي يقدرون يسوونها مع الطفل في البيت، إذا في أي إجراءات خاطئة الأهل يقومون فيها نقدر نلاحظها من وقت ونوقفها وننبه الأهل كيف إنهم يقدرون يعني يلاحظون نمو الطفل صحيح. يعني ينتبهون على هالأشياء أكثر يعني. دكتور لطيفة، في خدمات الكشف المبكر عن الإعاقات الموجودة في كل أقسام صحة الطفل في العيادات هي تم الكشف المبكر، ممكن تكلمينا عن هالأدوات الكشف المبكر الموجودة في عيادات صحة الطفل؟ طبعا ادوات كشف مبكر عندنا ادوات كشف مبكر عن التوحد عندنا اسمه امتشات، وعندنا برنامج كشف مبكر عن التاخر النمائي اللي هو ديفلوبمنتال ديليز للديفلوبمنتال سكرينينج تول اللي هو طبعا هاي البرامج عالميه احنا البرنامج اللي نستخدمه اسمه بيدز. هذا طبعا برنامج عالمي وفي له سكور يعني مثل كيف ان يكون في يعني احنا يبنى هالبرنامج والممرضات والطاقم الطبي تدربوا عليه صحيح. كيف يسوون له سكورينج، كيف ان يحسبون درجه التاخر، يعني هو تقريبا يعني الأهل هم اللي يعبون مثل استبيان يعبون الأهل في غرفة الانتظار، وبعدين الممرضة تحلل النتائج تشوف وين التأخر وشو درجة التأخر، إذا في فعلا طلع بوزيتيف يعني هو يبين إذا في رقم معين وصل لرقم معين يكون إنه بوزيتيف النتيجة، بتحول عن طبيب الأطفال وبعدين طبيب الأطفال يقرر حسب النتيجة وين يحول الطفل صحيح. طبعا احنا بعد حاليا ان شاء الله نعمل في هيئة الصحة اننا نفتح عندنا برنامج تدخل مبكر ان شاء الله راح نطلقه في 2018 ان حتى الاطفال اللي عندهم يكون في اي نوع من التأخر يدخلون برامج تدخل مبكر. من خلال برامج التدخل المبكر نعمل على تقوية الطفل في من هالنواحي اللي هو متأخر فيها، وبعدين نقدر ندمجها في نظام التعليم نظام المدارس ونظام التعليم ان شاء الله. دكتور لطيفة، شو أشهر الأكثر الإعاقات انتشارا عند الأطفال واللي على أساسها راح يكون في تدخل مبكر أو كشف مبكر عنها؟ طبعا في مجموعة من الإعاقات اللي ممكن انتبه عليها في الأطفال، مثلا من طبعا في أطفال يولدون أصلا عندهم مجموعة من الإعاقات، يعني مثلا طفل ولد بداون سيندروم أو بشلل دماغي أو ب يعني مشكلة جينية في الجينات، يعني ها ممكن يعني يكتشفونها حتى أثناء الحمل.
أو أثناء الحمل أو فورا بعد الولادة ممكن يتعرفون عليها، وعلى طول حتى مستشفياتنا مستشفى لطيفة عندهم برامج معينة للتدخل المبكر، ممكن على طول الطفل يدخل فيها البرامج. وبعدين بعد الكشف المبكر ممكن يكتشف يعني حتى يكون بس مجرد تأخر في النطق، مجرد ما يدخل برنامج التدخل المبكر فترة معينة يعني نقدر ندارك الموضوع، أو ممكن يكون عنده مشاكل في السمع، تأخر في السمع، نسوي له فحص السمع، يحتاج فعلا في مشكلة في السمع عندنا. إحنا حتى عندنا برامج كشف مبكر عن الإعاقات السمعية، عندنا أول ما يولد الطفل المستشفى يسوون له الفحص السمع، وعندنا أيضا في مراكز الرعاية الصحية الأولية عندنا أيضا فحص السمع. فإذا في عنده مشكلة في السمع ممكن يخضع لبرامج حسب يشوف طبيب الأنف والأذن والحنجرة، يحتاج زراعة أو قوقعة أو برامج تأهيلية للسمع. وأيضا عندنا طبعا تأخر النمائي بشكل عام، يا أما يكون صعوبات في التعلم، الطفل عنده صعوبة معينة في التعلم، أو يكون عنده توحد، أو يكون عنده أي learning difficulties، فممكن أيضا نستكشفها من هاي من خلال هالبرامج. أو إعاقات حركية يعني تكون الشلل الدماغي CP اللي هو بعض انواع ما تكون وايد، تكون انواع البسيطه فما تبين بعد الولاده، فمن خلال برامج الكشف المبكر ممكن نلاحظها وتبان اكثر يعني. صحيح. هاي بالنسبه بشكل عام يعني. بس احنا حاليا يعني لو جينا مثلا الاحصاءات العالميه مثلا التوحد موجود من كل 86 طفل في طفل مصاب بالتوحد، ها احصاءات عالميه. فعشان كذي في عندنا برنامج يعني مفصول للتوحد، لان بعض العلامات لازم ننتبه عليها بشكل خاص يعني. طيب دكتورة، يعني احنا نبغي كلمة أخيرة قبل أن نختم معاك البرنامج، شو تبغين تقولي لنا؟ أبغى أقول بشكل عام، غير عن طبعا تكلمنا عن برامج كشف مبكر، إحنا في هيئة الصحة عندنا مجموعة من الخدمات وبرامج، إحنا غير عن إحنا نهتم بهالفئة اللي هو فئة أصحاب الهمم، من خلال إحنا ننظر لهم من خلال رحلتهم في معنا في هيئة الصحة، حتى قبل ما يوصلنا هيئة الصحة نحاول جميع المعلومات والخدمات سواء في الموقع الإلكتروني أو في التطبيقات الذكية تكون مؤهلة، يعني جميع أنواع سواء عنده إعاقة حركة سمعية أو بصرية يقدر. في عندنا في الموقع الإلكتروني أفاتار اللي هو بلغة الإشارة، هاي أضافناها إضافة جديدة عندنا، يقدر يعني عندنا هالخاصية أنه يشوف لغة الإشارة يعني المعلومات الموجودة في الموقع الإلكتروني تبين بلغة الإشارة. عندنا أيضا خصائص سماع المعلومات، هاي موجودة حتى قبل ما يوصل عندنا هيئة الصحة. لما يوصل عندنا هيئة أي مراكز هيئة الصحة، المراكز مؤهلة فيها مواقف خاصة، فيها الرامت أو الممرات الخاصة، فيها حتى الأماكن الاستقبال مهيئة، موظفين حتى مدربين. إحنا نعمل على مجموعة من الدورات التدريبية، ندرب موظفين، هاي الدورات طبعا موجودة طول السنة، يدربون على كيفية التعامل مع أصحاب الهمم، على أساسيات لغة الإشارة، على أن يسهل لهم التعامل مع متعاملين من أصحاب الهمم. أيضا حتى عندنا الفاست تراك اللي هو الخدمة السريعة، يعني مجرد ما يستخدم من خلال الكيو سيستم عندنا خاصية أنه هو يحصل على أولوية في الحصول على خدماتنا. هذا طبعا بشكل عام الخدمات العامة في هيئة الصحة يعني. ممتاز، شاكرا لك دكتورة لطيفة رستماني مدير مكتب خدمات أصحاب الهمم فهيئة الصحة بدبي، وجودك معنا اليوم عن طريق الهاتف، وإن شاء الله نتمنى مزيد من التقدم للمكتب ونشوف خدماتكم من أحسن إن شاء الله إلى أحسن. شكرا لك ونهارك سعيد. شكرا دكتور ندى، وشكرا اخ محمود. شكرا دكتور. طيب وصلنا لختام حلقتنا اليوم، على امل نلقاكم ان شاء الله في الغد. طالع اجازه ان شاء الله. سبحان الله سبحان الله ولا اله الا الله. شكرا لك ميرا الغفلي، شكرا لك والقواسمه، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم ان شاء الله في الغد. شكرا لك عزيز، مع ان اخر البرنامج بس شكرا، يابلنا القهوه على اخر شيء. شكرا دكتوره ندى، شكرا لكم، اجازه سعيده ان شاء الله، برنامج في ايدين امينه ان شاء الله، وان شاء الله اشوفكم بعد عشان اذا حصلتي وقت كذا ما عندك شيء وهذا مري علينا. ان شاء الله ان شاء الله بتدخل معكم عن طريق الهاتف ان شاء الله اذا قدرت، مري علينا الاستوديو فالكم طيب ان شاء الله. يلا اجازه سعيده. شكرا، دمتم بصحه وسعاده. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.